الاستعدادات للانتخابات التكميلية التي تملأ مقاعد الوفاق كما تعرف، وتعد لها المعارضة، عفوا، تعد لها السلطة إعدادا كبيرا. حتى في الصحافة البحرينية والسعودية هناك ترويج كبير لهذه الانتخابات من خلال الترشيح والاقتراع، دعوة للاقتراع وذكر أسماء بعض المرشحين من مختلف الطوائف. نعم، في البدء طبعا لابد من الإشارة إلى أن بعض التحركات التي قد تكون جرت أفضت إلى انسحاب عدد من المرشحين من أجل تزكية 4 مرشحين دخلوا مجلس النواب. هناك 4 مرشحين قد ملأوا 4 مقاعد، وبقي 14 مقعدا لم تملأ لحد الآن. في الانتخابات في 2006 و2010 هذه الدوائر ال18 كانت الأشد كثافة في التصويت، نسبة التصويت كانت تفوق 75% في هذه الدوائر، وهي التي رفعت نسبة المشاركة في عموم البحرين. في الدوائر الأخرى 22 دائرة الأخرى التي لم تكن دوائر معارضة كانت نسبة التصويت أقل بكثير من نسبة التصويت في دوائر المعارضة. هذه الدوائر شهدت من قبل مشاركة كثيفة من الجماهير. بدون إشكال يعني لابد أن نقول هذا بوضوح، أن هذه المشاركة لن تكون في هذه الانتخابات. فالشارع المعارض له حضوره الكثيف والواسع والظاهر والذي يلاحظه القريب والبعيد، وهؤلاء لهم مطالب يرون بأن الجانب الرسمي يحاول التملص من هذه المطالب وفرض الأمر الواقع. شغل هذه المقاعد هي واقعا إطالة لأمد الأزمة، بدل من مواجهة الواقع الذي كنا فيه. هذا البرلمان سيكون خاليا من المعارضة، وهذا له أثر كبير على مصداقية البرلمان، وله أثر كبير أيضا على نظرة الشارع إلى هذا البرلمان. هذا الشارع الشعبي سيرى بأن هذا البرلمان بال40 عضوا لا يمثلونه، لا يوجد أحد فيه ينطق باسم هذا الشارع. فأنت أي المشاكل سيتم طرحها في هذا البرلمان، ومن الذي سيتفاعل مع هذا البرلمان ومع نواب هذا البرلمان، خاصة الذين شغلوا مقاعد المعارضة؟ أتصور بأن ما تقوم به الحكومة هو يعني استنزاف للوقت، استنزاف للمال. بدل كل هذا كان بالإمكان الجلوس مع المعارضة، التحدث وجها إلى وجه. المشاكل مهما كبرت هي قابلة لأن تحل، ولكن تركها هكذا وتفاقم الأمور، الجوانب النفسية، الجوانب الأمنية، كل والجوانب السياسية، هذه كلها ستجعل من الخروج من الأزمة أصعب. لا زال الوقت لم يفت من أجل التحول بالبحرين إلى بحرين أفضل، إلى بحرين الحوار، بحرين الوئام. عظيم. في هذه الظروف وما تقوم به الحكومة حاليا من محاولة لي الذراع وفرض الأمر الواقع، هذه أساليب. أستاذ محمد جميل الجمري النائب السابق عن كتلة الوفاق، شكرا جزيلا لهذه المشاركة.